كريت العصا في الباب مؤتمر كاين في محضر ونجي نضربها من فاس وما لقاش فيتينا ما لقاش انا بانني مؤتمر اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر قالك باغيين يزيدوا بالحزب قدام اللهم هذا منكر اللهم هذا منكر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين محمد عامري مدينه بركان مناضل بحزب الاسرى المعاصره من سنه 2008 اول حزب انا التميت ليه ما كنتش في شي حزب وجيت له وعندنا يعني الامل في هذا الحزب هذا وبغينا باش نحاولوا نسجلوا على الحزب ديالنا يعني قرينا فيه شفنا هو المستقبل ديال البلاد بكل صراحه وجينا مع الاسف الشديد وصلنا لهذه المرحله هذه ها انت كتشوف كاين الناس اللي باغيين يفرضوا رسالهم قوه كاين الناس اللي باغي يتحدى المناضل ويدوز هو امين عام كاين الناس اللي باغي يتحدى المناضل ويدوز هو امين عام كاين الناس اللي باغي يتحدى المناضل ويدوز المكتب السياسي حنا هذا الشيء ما بغيناش بغينا كما قلت قبل مول 70 عام يمشي في حاله يخلي مول 30 عام يطلع الحزب حنا راه القاعده هي الحزب ماشي يجي واحد ناعس في الرباط حتى يترقعوا عينيه ويجي يقول لك انا ولا انا ما كانش انا ولا انا حنا المناضلين اللي كنسهروا مع المواطن 24 ساعه على 24 ساعه وما حنا القيادين ديالنا كنشوفوهم المؤتمر المؤتمر ما تينزلوش عندنا حتى الاقاليم بكل صراحه ولكن القاعده هي الحزب وحنا مع الحزب عاش الحزب الاسرى والمعاصره حبه من احب وكره من كاره عاش الحزب عاش الحزب عاش الحزب وتحيه للجميع.